بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أيها الطلاب في درس جديد للصف الأول المتوسط من الوحدة الثالثة الوطن، نص الاستماع بعنوان فرسان الجزيرة الحالمة. سنقوم بمشيئة الله في هذا الدرس على أن يحدد الطالب الأهداف ووجهات نظر الكاتب والتعرف على معاني المفردات جديدة وحل تمرينات هذا الدرس. نبدأ أولا بالتهيئة. أولا، أملأ الفراغات التالية مكونا أسماء مواقع مشهورة في بلادك، أي مدن أو مناطق مشهورة في بلادك بحرف التاء، مثلا تبوك، بحرف الفاء فيفا، بحرف الطاء طريف، أيضا بحرف التاء تيماء، وبحرف الفاء فرسان، وبحرف الطاء طبرجة. ثانيا، أضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة. الجزيرة هي الأرض التي تحدها المياه من جهة واحدة، الأرض التي تحدها المياه من ثلاث جهات، الأرض التي تحدها المياه من جميع الجهات. ما هي الجزيرة؟ هل هي التي تحدها المياه من جهة واحدة أم من ثلاث أم من جميع الجهات؟ هي الأرض التي تحدها المياه من جميع الجهات. ممتاز. ننتقل الآن إلى نص الاستماع. أرجو منكم أعزائي الطلاب مراعاة آداب الاستماع. جزيرة الحالمة في أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، توجد جزيرة فرسان بمظاهرها الطبيعية الخلابة. تبعد جزيرة فرسان عن مدينة جازان حوالي 50 كيلا، وتتكون من مجموعة من الجزر المتجاورة، يبلغ عددها 84 جزيرة، أكبرها فرسان الكبرى. وقد تتابع على السيطرة على هذه الجزر عدد من الحكام إلى أن أشرق عليها الحكم السعودي، وتوالت الإصلاحات عليها لتأخذ مكانتها بصفتها موقعا مهما في جنوب غرب المملكة. اسم فرسان، تباينت الآراء حول أصل اسم الجزيرة، فقيل إن فرسان هي لقب لعمران بن عمرو بن عوف بن عمران، وقد أخذ هذا اللقب من جبل في الشام سكن فيه عمران هو ولده، ثم ارتحلوا جنوبا ونزلوا هذه الجزيرة، فعرفت من منطلق تسميتها باسم الجبل، فعرفت من منطلق تسميتها باسم الجبل موطنهم الأصلي. وقيل إن فرسان لقب قبيلة من العرب، وهم أخلاق من تغلب. ومن الأشياء التي تشتهر بها فرسان أيضا مواسم الطيور والأسماك، والتي من أبرزها موسم التراجيح، هو موسم الطيور المهاجرة إلى الجزيرة، التي تأتي فيها مجموعات كبيرة من دول أوروبا الشرقية وأفريقيا الغربية في أوائل الربيع من كل عام. أما موسم الحريق فهو موسم تجمع سمك يسمى الحريق. المواقع الأثرية والسياحية، تذكر جزر فرسان بالعديد من المواقع الأثرية التي يرجع الكثير منها إلى أزمان بعيدة. من هذه الآثار مباني قرين، وتتميز بأحجارها الضخمة، يوجد فيها آثار تعود إلى عصور ما قبل الإسلام. القلعة العثمانية، وهي من أهم الرموز الأثرية التي بناها العثمانيون بعد أن أخضعوا جزر فرسان لهم في القرن السادس عشر الميلادي، تتميز بموقعها الاستراتيجي. مسجد النجدي، هو من أشهر المساجد القديمة، بناه تاجر لؤلؤ يدعى إبراهيم التميمي منذ أكثر من 75 عاما، ويحتوي المسجد على العديد من النقوش والزخارف الإسلامية. أما عن المواقع التي تجذب السائحين بالإضافة إلى المواقع الأثرية، فهي خليج جنابة، هو أكبر خلجان الجزيرة، تميز بأحيائه المائية وكثرة اللؤلؤ به. أرجو أن
نص الاجتماعي كان واضحا. وجيه، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: مرجع النص مجلة المنهل، المجلة العربية، مجلة الفيصل، المجلة العربية، كاتبة النص سعاد عامر. تكل التالي: وحدد موقع جزر فرسان على الخريطة، أين موقعها من الخريطة؟ نضع عليها دائرة كما هو واضح أمامكم. ثالثا: أحدد عدد جزر فرسان الظاهرة على الخريطة واسم أكبرها، عددها تقريبا 84، واسم أكبر جزيرة فرسان الكبرى. تكل التالي. رابعا: للوصول إلى عنوان مناسب للنص أو لنص المسموع غير ما ذكر، اتبع الخطوات التالية. أولا: أقترح أكبر عدد من العناوين للنص المسموع وأدون في الشكل التالي، أدونها في الشكل التالي. مثلا نقول: جزيرة في وطني، السياحة في فرسان، أيضا فرسان الرائعة، فرسان الأحلام، جزيرة فرسان، دانس البحر الأحمر. هذه عدة عناوين. ثانيا: أتعاون مع من بجواري لانتقاء أفضل العناوين وتدوينها في الشكل أو في الأشكال التالية. مثلا نختار ثلاثة من العناوين التي ذكرت. نقول مثلا: جزيرة في وطني، فرسان رائعة، دانة البحر الأحمر. وننتقل إلى انتقاء العنوان المناسب. أتعاون مع مجموعتي لانتقاء العنوان المناسب وتدوينه في الشكل التالي. نقول مثلا: وهي متروك لحرية الطالب، دانة البحر الأحمر. خامسا: أضع الأحداث والأماكن التالية في الشكل المناسب لها على الخط الزمني المرسوم: بناء مسجد النجدي، مباني غرين، خضوع فرسان للعثمانيين. طيب، ما قبل الإسلام؟ مباني غرين، القرن السادس عشر ميلادي، خضوع فرسان للعثمانيين، النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، بناء المسجد النجدي. تكل التالي. سبب تسمية فرسان بهذا الاسم مما يلي: أولا أو ألف: نسبة لجبل في الشام نزله رجل يدعى عمران بن عون سكن هذه الجزيرة. ب: لكثرة الخيول فيها. جيم: نسبة للقب قبيلة عربية من أخلاق تغلب. دال: ما ورد في ألف وجيم. الإجابة هي دال: ما ورد في ألف وجيم. تقل التالي. سابعا: تتابع على السيطرة على هذه الجزر عدد من الحكام إلى أن أشرق عليها الحكم السعودي. انطلق من العبارة السابقة للإجابة عما يلي: أولا: أضع دائرة حول ما يشرق عادة دائما. ما الذي يشرق عادة؟ الشروق لمن يكون؟ للشمس. ثانيا:
أحدد ما كان حقيقة وما كان خيالا في الجملة التالية: أشرق الحكم السعودي وأشرقت الشمس. أشرق الحكم السعودي هنا خيالا بأن حكم ظهر على هذه الجزيرة وهو الحكم السعودي، وهنا تشبيه خيالي شبه الحكم السعودي بشروق الشمس على هذه الجزيرة، وأشرقت الشمس حقيقة لأن الشمس تشرق كل يوم. ثلاثة، أبين العلاقة بين الصورة الحقيقية والخيالية في الجملتين السابقتين. كما قلنا أن العلاقة بين الصورة الحقيقية والخيالية هو حصول النفع، بمعنى أن الشمس تشرق وتضيء، وأيضا شبه الحكم السعودي بالإضاءة والنور على هذه الجزيرة. انتقل للتالي. ثامنا، بالتشاور مع من بجواري نحدد هدف الكاتبة من النص مع الاستفادة من العبارات التالية: جزيرة فرسان بمظاهرها الخلابة، تزخر جزيرة فرسان بالعديد من المواقع الأثرية، أما من المواقع التي تجتذب السائحين، هدفت الكاتبة إلى التعريف. نقول التعريف بفرسان لاجتذاب السائحين إلى جزء من أجزاء الوطن. التقل التالي. أفكر، أتخيل أنني عينت مسؤولا عن السياحة في فرسان، ثم أجيب الأسئلة التالية: أولا، ما الموارد والإمكانات الطبيعية التي يمكن استثمارها في فرسان؟ نقول مثلا الإمكانات الطبيعية مثلا الشواطئ والفلجان للتنزه وممارسة الرياضات البحرية، مواسم الطيور والأسماك، والمواقع الأثرية. هذه بعض الإمكانات الطبيعية في فرسان. كيف نجعل من جزيرة فرسان منطقة أو منطقة جذب سياحي؟ نقول الحفاظ على نظافة الشواطئ، إعداد مواقع تسهل عمليات صيد الأسماك للهواة، إعداد مسابقات بحرية. تقل التالي. أتأمل الحديث التالي ثم أجيب عما يلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أحدد من النص الذي سمعته ما يشير إلى تحقيق هدف أو تحقيق هذا الحديث. نقول مثلا كما ورد في النص: هو مسجد النجدي على يد تاجر اللؤلؤ يدعى إبراهيم التميمي. ثانيا، لو وهبني الله مالا كثيرا أتمنى أنفذ المشروع الخيري التالي. وهنا الإجابة مفتوحة للطالب. له حرية الاختيار في هذا السؤال. ونكون هنا قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. نص الاستماع: سائل المولى أن تمت الفائدة في هذا الدرس، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.